massacre at two sit-ins in Cairo, which Human Rights Watch has called the world's largest killings of demonstrators in a single day in recent history. The international community was shocked by the killing of more than 800 people at those two sit-in sites, generating strong rhetorical responses from many Western countries. أذبح ما لقى أصداء وانتقادات من العالم الغربي، والدول الغربية قامت بتعليق مساعداتها وخصوصا المساعدات العسكرية لمصر، ولكن كما نعرف إدارة أوباما قامت برفع تجميد المساعدات العسكرية في عام 2015، و إلى الآن لم يتم محاسبة أو محاكمة أي من الجنان المسؤولين عن تلك المذبحة أو من تم اعتقالهم. ولهذه الأسباب نريد أن ننظم هذه الفعالية من أجل تذكير الناس بشأن ما تكشفت عنه الأحداث في ذلك اليوم، وكذلك نثير النقاشات فيما يتعلق بما تعنيه تلك المذبحة بالنسبة لمستقبل مصر وكذلك ردود فعل العالم الغربي. و يسعدنا أن نستضيف آمي تومس، وهي عضو زميل في معهد ويلسون وكذلك بروفيسور في بدأت مسيرتها الأكاديمية في عام 2008 بعد انتهائها من شهادة الدكتوراه من جونز هوبكنز جامعة جونز هوبكنز، وحصلت على بعثات من جامعة براون وغيرها، وأبحاثها ترتكز على القضايا الديمقراطية والسياسية. إيمي فازت رابعة ليلة أو عشية المذبحة وميدان النهضة يوم المذبحة، ولديها عرضا باستخدام برمجية الباوربوينت وتوثق فيه مشاهداتها. مايكل بيج نائب مدير قسم الشرق الأوسط وإفريقيا في منظمة هيومن رايتس ووتش، وهو خريج الجامعة الأمريكية في بيروت، و عمل مع منظمات المجتمع المدني في منطقة الشرق الأوسط بما في ذلك توثيق انتهاكات حقوق الإنسان في الصراع السوري. منظمة Human Rights Watch حيث يعمل مايكل قدمت أو أعدت تقريرا باسمي بعنواني وفقا للخطة، وسيناقش الأفعال المتعمدة وراء تلك المذبحة، وكذلك ستحدث عن المحاسبة والمساءلة أو غيابها سيما ضد هؤلاء الجناة المسؤولون عن تلك المذبحة. وأخيرا معنا محمد سلطان المؤسس المشارك لمبادرة، وهو صحفي شهد العنف بأم عينه، وحيث أصيب في يده برصاصة قناص و خلال تلك المذبحة التي وصفت بأنها الأكثر دموية في تاريخ مصر، وكانت هناك حملات دولية لإطلاق سراحه من السجون المصرية، وسيتحدث عن العنف وأعمال العنف التي استخدمت في فض الاعتصام. ولذلك ما سنقوم به في فعاليتنا هذه أنني سأطلب من كل من المتحدثين أن يتحدث من 10 إلى 12 دقيقة، وبعد نهاية حديثهم أنا سأتحدث عن أبرز الاستنتاجات والدروس المستفادة من منظور السياسة الأمريكية، وبعد ذلك نفتح المجال للحضور. ولا نبدأ بإيمي، تفضلي الكلمة لك. شكرا جزيلا لك أندرو على هذه المقدمة، وكذلك لمنظمة مشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط، وهي المنظمة الوحيدة التي تنظم فعالية في الذكرى 5 لهذه المذبحة، ولذلك تستحقون كل الشكر والثناء على قيامكم بذلك. أنا كما ذكر أندرو سأعرض صورا قمت بالتقاطها عشية ليلة 14 أغسطس، وكذلك صورا من اعتصام ميدان النهضة في 14 أغسطس. معظم عروضي ستتضمن الصور من دون التعليق عليها بشكل كبير، ولذلك وسبب وراء ذلك أنني أريد منكم أن تشاهدوا ما شاهدته، وذلك على ضوء التضليل الإعلامي والحملات الإعلامية المضادة لما حدث. وأنا أقول أن هذه الصور قمت بالتقاطها بنفسي، وفي نهاية العرض
أستعرض محللة بعض ما ورد في المجلات والمنشورات في الصحف والمجلات الغربية مثل واشنطن بوست وغيرها لمحاولة تحليل إمكانية حدوث مثل هذه المذبحة وقيام السلطات المصرية بارتكابها ودورنا نحن ودورنا هنا في الولايات المتحدة في مجال رفع مستوى الوعي إزاء ما حدث في ذلك اليوم. أنا دخلت اعتصام رابعة حوالي الساعة 5:30 إلى الساعة 6:00 في مغرب يوم 14، وهذه هي المقدمة وسأعرض الصور التي ترونها خلفي. إذن هذان الشابان يجلسان على الحاجز في مقدمة الميدان، وكان ذلك مشابها لما حدث في ميدان التحرير وغيرها من الميادين العامة في عام 2011. الأمر الأول الذي شاهدته ورأيته عند دخولي الميدان كان مباراة كرة قدم، حيث أنني عند دخولي للميدان شاهدت مجموعة من الشباب يلعبون كرة القدم وأطفالا ونساء، وكان هنالك أشخاص يتولون حراسة الميدان، وهذا مشابه لما حدث في ميدان التحرير وما قامت به اللجان الشعبية آنذاك، حيث قاموا بتنظيم أنفسهم ومن المتطوعين لحماية المعتصمين المتواجدون في الميادين. إذن هم قاموا بوضع حواجز من أكياس الرمال. كانت هنالك أعلام ورايات مصرية في كل مكان، وكانت الروح الوطنية جياشة. هنالك من كان يبيع الأعلام للمعتصمين، ترون إلى اليمين هذا الفتى الذي كان يبيع الأعلام المصرية، وشخص آخر كان يرتدي. إذن والناس كانوا في أجواء مرحة، كانوا يقومون بالرقص والغناء وكانت هنالك أعمال إبداعية. كثير من اللوحات مكتوبة باليد ومرسومة باليد، وهنالك اللوحات الجدارية والتي كانت تنتقد And graffiti like this had become quite common throughout Cairo and other cities in Egypt, also under the period of the SCAF, the Supreme Council of Armed Forces. So it was quite common to see anti-SCAF graffiti or graffiti that was critical of the Egyptian military throughout other parts of Cairo, not just Rabaa or Nahda. And this is one of the signs that was made that I thought was, again, quite creative. The people had, when they were... You could sort of turn this little knob down here, and then you would see the faces of Morsi, Sisi, Mubarak, Tantawian people sort of rolling along through this sign that they had made. So there was actually a great deal of, as I said, creativity, humor. People were expressing their opposition to the removal of Morsi. They were, you know, they were doing so in many ways that were, for the most part, again, an expression of some kind of creativity. There were signs of liberals for Morsi, veterinarians for Morsi. There were a whole series of signs like this. they actually, one thing that is different than the Tahrir Square sit-in is that they had created this, they were starting to build structures. So they had started to build like a three-story structure to maintain the sit-in. So not only were they إذن كان الجميع so على مواصلة الاعتصام وعلى ما يبدو أن النية كانت أن الناس باقون. إذن هذه مجموعة من الأشخاص الذين كانوا يرافقوننا. إذن قضينا حوالي 4 ساعات نتجول في أرجاء المكان والاعتصام، وذلك الاعتصام كان أكبر من الاعتصامات التي كانت تجري في ميدان التحرير واستمرت وقتا أطول.
أيضا كان هناك عدد من المعالم التي استخدمت كتذكار أو كتذكارات للمذابح التي تمت، مثل المذبحة التي حدثت في 8 يوليو، ثم المذبحة التي حدثت في 14 يوليو والتي قتل فيها أكثر من 109 أشخاص، و مذبحة طبعا المذبحة الكبرى في 14 أغسطس. والتقيت مجموعة من الأشخاص الذين تحدثوا منهم فتاة اسمها أسماء، وأنا أقتبس ما قالته هنا. كانت مقابلة طويلة أجريتها معها، ولكن قالت أنني كنت أعتقد أن المذبحة الرابعة ستكون مشابهة للمذابح الأخرى، مثل مذبحة الحرس الجمهوري والمذابح الأخرى. إذا كنت أعتقد أنها ستكون مذبحة عادية، وكنت أعتقد أن من سيقضوا في تلك المذبحة عدد أقل، ولذلك بقيت في الاعتصام. هذه صور أخرى التقطتها ذلك اليوم، وكانت نحو الساعة 8 أو 9 ليلا، وهنالك مقطع فيديو، مقطع مصور، لذلك قمت بالتقاط أو تصوير هذا المقطع المصور، وآمل أن تساعدني التكنولوجيا على عرضه. إذن هم هنا كما ترون الناس المتواجدون والواقفون أمام هذه المنصة. للأسف لن أستطيع تشغيل المقطع المصور أو الفيديو. هذه صورة من صبيحة 14 أغسطس من في منطقة المهندسين لميدان النهضة. عندما وصلت كان هنالك أشخاص قد قضوا، ولن أستطيع أن أعرض عليكم أو أعرض لكم صورا للقتلى وللضحايا في ميداني النهضة والرابعة ذلك الصباح. ولكن كما ترون هذا الرجل يرتدي جلابية ملطخة بالدماء. كان الناس يأتون إلي ويحملون الرصاصات، عبوات الرصاص الفارغة وعبوات الغاز المدمع، لذلك كان الناس يأتون إلي ويروني عبوات الغاز المدمع والغاز المسيل للدموع. كانوا يتعاملون معي بكل ود كمواطنة أمريكية، ولكن كانوا حريصين على عرض هذه العبوات وعلى هذه الرصاصات الفارغة والتي استخدمت في فض اعتصامي رابعة والنهضة. هذا مرة أخرى مقطع فيديو للأسف لن أستطيع تشغيله، وهو للاعتصام في ميدان النهضة. أيضا كان هنالك فتى تقدم نحوي وأراني مجموعة من العبوات. هذه الصورة لمقالين وتم نشرهما في 16 أغسطس عام 2013، أي بعد يومين من المذبحة. شرحت فيهما ما حدث، وثم في الذكرى الأولى نشرت مقالة حاولت فيها تحليل الأسباب التي دعت السلطات المصرية لارتكاب هذه المذبحة أو تلك المذبحة أو تلك المتجرة. في تلك المقالة جادلت أو حاجزت بأن ثمة أربعة أسباب دعت إلى حدوث هذه المذبحة، وخصوصا في ضوء تقاعس من الأكاديميين. ولذلك أقول مختصرة أن عديد المحللين حاولوا أن يستعرضوا موقف الجيش، سواء إذا كان ناهضا أو مساندا للنظام. أحيانا قد يؤيد شخص النظام يوما ما ثم يناهضه يوم آخر. والأمر الآخر هو أن القوات المسلحة أو الجيش رفض قمع المتظاهرين والمحتجين في 2011. والسبب الثالث هو أن مذبحة رابعة
based on a single moment in time during a single crisis. قد لا تمكننا من فهم موقف الجيش والأمر الأخير هو الحديث عن علاقة الجيش بالمجتمع. وفي هذه المقالة الطويلة التي قمت بكتابتها بمشاركة ديفيد كولر في وهو يعمل في الجامعة الأمريكية، وأستطيع أن أزودكم بنسخ منها. لكن هنا في هذه المقالة قمنا بتحليل موقف الجيش وفي كل من الانتفاضات التي جرت في مصر وتونس. في هذه اللوحة التي قمنا بعرضها أو تضمينها في تلك المقالة استعرضنا فيها تأييد الجيش أو موقف الجيش في الفترة ما بين عام 2011 و2014. ونقطتان أخيرتان قبل أن أترك المجال للمتحدث التالي. الأولى أن المعارضة لمرسي لم تؤدي بالضرورة إلى تدخل الجيش. نعم، مرسي فقد دعما كبيرا جدا خلال السنة الأولى من حكمه، ولكن أيضا الجيش لم يكن له موقف، ولكن بعد 2014 تأييد الجيش لم يكن كبيرا. المحللون أشاروا إلى أن خروج الجيش على السلطة وانفصال الجيش عن السلطة كان يشير إلى أن تحدثنا عن المساعدات العسكرية. لذلك سأتوقف هنا ونعود مرة أخرى في فقرة الأسئلة لاحقا. وكما ذكر جميع المقالات متوفرة وهنالك نسخة منها في الخارج. شكرا للجميع. كما قال أندرو، اسمي مايكل بيج، أنا أعمل في Human Rights Watch وأمثل زملائي عمر شاكر. All according to plan, you know, invested one year into kind of. قضى عاما وهو يوثق مذبحة رابعة. وفيه أهم الأحداث. وهناك ثلاث نقاط مهمة. أولا، هناك أدلة على استخدام القوة الزائدة. كان هناك الكثير في الأخبار مما يحاول تغيير هذه الصورة، وهو شيء يذكر بتيانانمن سكوير ومساحة تيانانمن وما حدث أيضا في باكستان، وهو حجم العنف والقوة الزائد المستخدمة في يوم واحد لمواجهة التظاهرات. السلطات المصرية قد فشلت في متابعة ومحاكمة المسؤولين عن ما حدث في ذلك اليوم، وذلك يؤدي إلى تساؤلات لماذا لم يتم التعامل بصرامة مع رابعة. أعتقد أنه كان الضوء الأخضر لهذه السلسلة من التجاوزات، ليس فقط ضد الإخوان المسلمين ولكن ضد كل الجهات المعارضة للنظام. وكان هناك إشارة داخليا ورد فعل
لدى الحلفاء حتى يكون هناك صوت واحد في الساحة. هناك شيء آخر، الجرائم ضد الإنسانية مستمرة وبهذه الطريقة. لم يكن ذلك حادثا أو التدريب غير الجيد للقوات الأمن، بل إنه كان أمرا مخططا له، وليس ذلك سرا. قالوا ذلك علنا للإعلام. وأعطيكم أمثلة عن ذلك. وزير الداخلية محمد إبراهيم بعد يوم من رابعة قال إن الخطة نجحت 100%. والسيسي قال في 18 من أغسطس قال إننا قضينا أياما عديدة لمناقشة جميع التفاصيل. إذن هناك تخطيط وهناك مفاوضات ومناقشات للإعداد لذلك، كما أنه كان لديهم توقعات بأعداد كبيرة من الضحايا. إذن وزارة الداخلية موقفها من منظمات الحقوقية واضح من معاملاتها لها أن هذه السياسة مخطط لها، وهذا يساعد في فهم كيف تم التخطيط للتعامل مع رابعة، وعلما بأنها ذلك سيسقط عددا كبيرا من الضحايا. يمكنني القول لأوضح الأمور، ستسمعون الكثير من محمد سلطان في صباح 14 من أغسطس 2013. كان هناك عربات وعدد من القوات المختلفة قتلوا المئات في خلال 12 ساعة، وبعد ذلك مباشرة القوات المسلحة وخرجت من الميدان، وكان هناك أدلة واضحة، وقد قام كثيرون بتوثيق نتائج المذبحة، إصابات بالرصاص في الصدر، وهناك شهود ومقاطع فيديو، وكيف أن القناصين ساهموا أيضا في ارتفاع عدد الضحايا. قالوا إننا سنترك مجالا لخروج الناس من الساحة. هذه كلها مسائل ينبغي أن نفكر فيها، على أن ما حدث هو أمر مخطط له. كما نشير أيضا إلى الشريحة التي تشير إلى تزايد مستوى العنف والقمع الشديد الذي حدث بعد إزاحة مرسي. في 8 يوليو كان هناك 51 ضحية، وهناك أيضا في يوم آخر 95 ضحية في يوم واحد. هناك إذن تصاعد في استخدام العنف من قبل الحكومة. وفيما يتعلق بهيومن رايتس واتش وغيرها من المنظمات الحقوقية والإنسانية، كان ذلك أمرا واضحا، ولكن ذلك لا يعني أن الحكومة المصرية لم تكن تعمل شيئا. كانوا نشطين في محاولة حماية أنفسهم من المساءلة أو من المحاسبة. وقد أقر سيسي عدة قوانين تهدف إلى تحقيق ذلك، مثل حماية مسؤولي القوات المسلحة والمسؤولين في الحكومة عند سفرهم إلى الخارج.
كما أضافت إجراءات وقوانين حماية من المتابعة القضائية الذين حكموا وتعرضوا للمتابعة في ما حدث في رابعة هم المحتجون والمتظاهرون أنفسهم وهناك شهود على أعمال قد أو يقال إن المتظاهرين قاموا بها وما يعنيه ذلك باختصار قبل أن أنقل الكلمة إلى محمد هو أنه بالإضافة إلى غياب المساءلة كان هناك ضوء أخضر كما قال حليف غربي إنه أمر ينبغي تجاوزه وهو هذا المستوى من التغاضي عن الأعمال التي والجرائم التي تم ارتكابها في ذلك اليوم هذا التحول في النظام السياسي مر في أو حدث في جو من غياب المساءلة وأنا آسف ولكن لا يمكن أن يتم التعامل مع هذا القتل الجماعي بهذه الطريقة وبعدم المساءلة ويمكننا أن نرى عدم الاستقرار في سيناء شبه جزيرة سيناء لم يكن هناك استقرار من قبل الجهات أو القوات المسلحة بالرغم من حضورها وكان ذلك أمرا لافتا للنظر سأتوقف هنا وأترك الكلمة لزميلي أثني على ما ذكره كل من إيمي و والزميل الآخر في شكرهما لمنظمة مشروع الديمقراطية في منطقة الشرق الأوسط وأشكرهما وأثمن لهما تنظيمهما لهذه الفعالية في هذه الذكرى المؤلمة وتحدث الزميلان السابقان بشأن الصمت المطبق إذا ما حدث من فضائع ومذابح أنا تخرجت من جامعة أوهايو ستيت بدرجة البكالوريوس في الاقتصاد وقبل تخرجي أتذكر في شتاء عام 2011 كنت أتابع الثورة التي انطلقت في مصر عبر شاشة هاتفي وكنت متواجد آنذاك في فصل لمادة التاريخ وأستذكر أنني كنت أتوق شوقا للتواجد هناك طبعا جزء مني كان يمنعني من زيارة مصر كل عامين كنت أشاهد أثناء زياراتي الناس يعانون في والذين يعيشون في العشوائيات وهنالك أصدقاء لي مصريون يحملون الجنسية الأمريكية كانوا يقضون إجازاتهم في الغردقة وشرم الشيخ وغيرها وكانوا يرون التفاوت والتناقض الهائل جدا في أوضاع المصريين وهذا ما جعلني أشعر وبشكل متنام بأن هنالك فروقات بين مصريين مثلي يحملون جنسيات أجنبية وآخرين كنت أشاهد عبر شاشة الهاتف ما دعاني أن أحجز رحلة ضد رغبة والدي ذاهبا إلى مصر وبعد وصولي بثماني ساعات ذهبت إلى ميدان التحرير وطبعا الفعالية تتعلق بميدان رابعة ولكنني أود أن أتطرق إلى ميدان التحرير ذلك لأن ثمة فرق كبير جدا بين ما كان يجري في ميدان التحرير وما كان يحدث في ميدان رابعة قبيل إلى ما قبيل الفض
وتحدثون عن الأجواء التي كانت سائدة آنذاك في ميدان التحرير. اجتمع المصريون من كافة الخلفيات الثقافية والإيديولوجية وانصهروا في بوتقة واحدة، وطبعا عبروا عن امتعاضهم واستيائهم من الأوضاع التي استمرت لعقود، وكنت أشعر بمشاعر الفخر في صفوف المصريين وفي قلوبهم. وأتذكر عندما تم الإعلان عن تنحي الرئيس عن السلطة، كنا ننشد ونغني ونصيح بأعلى أصواتنا مفعمين بمشاعر الفخر، ارفع رأسك أنت مصري. وهذه كانت مشاعر جياشة. نعم، ميدان التحرير والاعتصام في ميدان التحرير أخرج كل الفضائل في لدى المصريين، وهذا يتناقض تماما للمفارقة مع ما حدث في فض ميدان الرابعة والذي أخرج كل السوءات والعورات لدى المصريين وكل المساوئ. من كانوا يقومون بواجبهم في ميدان التحرير وجهوا فوهات بنادقهم نحو صدور المصريين. ما حدث خلال عامين ما بين عام 2011 و2013 يؤكد على ما قامت به المؤسسة المتجذرة في مصر من شيطنة للناس، والتي حيث كان يستهدف الناس وفقا لمعتقداتهم. الإذلال وما حدث، أنا لم أكن أتخيل ما حدث، لم أكن قادرا على استيعاب ما حدث. أنا كنت متواجدا إبان المذبحتين اللتان سبقتا مذبحة رابعة، وأصبت في المذبحة الثانية وفي الرابعة وفي الرابع عشر من أغسطس من ذلك العام. المعذرة من صعوبتي بما كان بالنسبة إلي، لأنني أحيانا كنت ألعب دورا نشطا في اعتصام رابعة، لأنه عندما بدأ الاعتصام في رابعة بدأ بالمطالبة بالشرعية والشريعة. كان المشاركون من خلفيات إسلامية لم يكونوا يمثلون شخصا مثلي، ولكنني كنت مناهضا تماما للانقلاب العسكري، ولذلك وجدت أشخاصا ذوي عقول متفتحة، ونحن كنا دائما نحاول إيصال الفكرة بأن هذه مظلة الشرعية ليس بالضرورة أنها تمثل جميع المتواجدين في اعتصام ميدان رابعة. بكل صدق، وما فاجأنا أن قادة ذلك الاعتصام كانوا منفتحين، ولذلك كنا نقول لهم لو كانت المظلة التي تغلف الاعتصام تقوم على مناهضة الانقلاب فلا ضير في ذلك. لذلك نحن المصريون وخصوصا الذين أتينا من الغرب بدأنا بإطلاق هاشتاغ أو وسم ضد الانقلاب. كذلك قمنا بتمويل بعض الحملات بأنفسنا، ومن كان يتابع اعتصام رابعة لاحظ الفرق والتغيرات الهائلة. تذكرون أن في البداية كانت الرايات الخضراء هي التي تسود، وكذلك الشعارات العقائدية إذا ما صح التعبير بدأ التغيير، وكانت هنالك انفتاحا. الأمر لم يكن يتعلق فقط بالعودة إلى الشرعية، لذلك هذه الأمور بدأت منذ البدايات. كان ذلك أمرا مشتركا بين فئات مختلفة. أن نرى كل ذلك وأن نرى كل هذه المذابح تتم والدور الذي حاولنا لعبه، نعم نحن نجحنا إلى حد ما تغيير الخطاب المؤجج للمشاعر الذي كان سائدا في عبر منصة رابعة. حاولنا أن يكون الخطاب جامعا يجمع الجميع،
إذن كل ذلك كان يتم وصولا إلى يوم مذبحة رابعة. في صبيحة ذلك اليوم المجموعة الصغيرة من الأشخاص الذين من المصريين الذين يتحدثون الإنجليزية وكذلك مجموعات التواصل والاتصال التي أشارت إليها إيمي. طبعا قبل أيام من المذبحة كانت هنالك تحذيرات من أن عملية الفض ستتم. أنا ارتبطت بعلاقات صداقة وود مع متواجدين في الميدان هؤلاء الأشخاص الذين كانوا يتواجدون على مداخل الميدان جعل منهم هدفا هؤلاء الذين كانوا يحرصون على توثيق ما يحدث. إذا هذا ما حدث في بداية ذلك اليوم. حبيبة عبد العزيز وهي صحفية ذهبت إلى أحد المداخل، كانت تعمل مع منظمة صحفية، وبعد 20 دقيقة أعيدت جثتها مصابة برصاصة في رقبتها. إذن عبد الرحمن وإسلام وآخرون من ضمن مجموعتنا الصغيرة والذين قضوا فترة طويلة. طبعا أنا أثناء بقائي في السجن لفترة طويلة استطعت كبح هذه المشاعر، ولكن تخيلوا معي 11 ساعة أن يتم إطلاق النار علينا من كل الاتجاهات. كانت فعليا ساحة حرب بامتياز، كان الرصاص يئز حولنا. وما ورد في تقرير منظمة Human Rights Watch قدر بأن حوالي 817 شخصا قضوا في تلك المذبحة. واحد الناجين من المذبحة أرسل تغريدة كئيبة جدا تناول فيها عدد القتلى خلال تلك الساعات التي بدأت صباحا. ولو قسمنا أرقام الضحايا على أعداد الدقائق لكانت ضحية كل دقيقة. إذن لذلك حقيقة أن الناس كانوا يقتلون بتلك الوتيرة المتسارعة على يد قوات الأمن المصرية، وبعد يوم مصريون آخرون يشجعون ذلك بعد عامين ونصف من وقوفهم جنبا إلى جنب وكتفا بكتف في اعتصام ميدان التحرير. هؤلاء الذين أظهروا بهجتهم، وهذا يشير أن الخطة كانت ممنهجة، سبقت مذبحة رابعة ليس بأشهر بل سبقتها بسنتين بعامين. المنظومة والمؤسسة العسكرية التي حشدت المؤسسات الحكومية لتبث الفرقة والشقاق بين الصفوف المصريين المتوحدين وتوحدهم وتفرق كل الفئات والجماعات الإسلامية وقسمتهم إلى أحزابا وشردبتهم. ولذلك المشهد السياسي برمته كله تغير وكان مدفوعا بشكل قوي من قبل النظام. كتبت مقالة في صحيفة واشنطن بوست تناولت فيها تجربتي الشخصية، ولا أريد أن أتحدث كثيرا عما حدث لي من جراح وإصابة، وأن رصاصة كادت أن تصيبني في رأسي. إذن كنت أعرف أنني كنت مستهدفا بسبب تغريدات قمت بإرسالها توثق ما حدث، صحفيين أصيبا وقتلا على منصة رابعة ونسفت دماؤهما حتى الموت. خلال الساعات الثلاثة القادمة حاولت أن أخرج
محاولة من كل المخارج، وأتذكر أنني كنت أرى الناس يسقطون وأنا أركض من مكان إلى مكان أحاول أن ألجأ إلى مبنى. أتذكر أنني جلست والرصاصة في ذراعي وأشعر بألم شديد. استلقيت على الأرض خلف إحدى الخيم خلف المنصة، وتمنيت لحظتها أن الرصاصة الأولى كنت تمنيت أنها لو أنها أصابتني، لأنني لم أكن أعرف ما الذي سيأتي. هذا ربما ينبئكم بالظروف والملابسات التي حدثت في 14 أغسطس. المعذرة إذا تجاوزت الوقت المسموح لي، ولكن نقطة أخيرة، كان لها أثر كبير جدا علي. حاولت أن أفكك تلك اللحظة وما تعنيه بالنسبة إلي. بعد 11 ساعة وبعد أن سمح لنا زعما بالخروج عبر ممرات آمنة، علقنا في مستشفى مؤقت مزدحم بالمصابين. أتذكر أنهم قاموا بفتح الأبواب وألقوا القنابل الدخانية، ما أدى إلى اختناق الكثيرين. وأنا أتذكر المشاعر وأنا مصاب في ذراعي، مصاب برصاصة في ذراعي، ومدى الألم التي كنت أعاني. ولحظتها أيضا كنت أحاول أن أستنشق الهواء بسبب الاختناق الذي عانيناه. أتذكر ذلك بشكل واضح. وأتذكر أنه بعد يومين من مشاهدتنا لمقاطع الفيديو، بالتأكيد حاولنا أن نخرج المصابين بجراح بليغة. والآن وبعد يومين، وأنا أتذكر مشاهدتي لمقاطع الفيديو وقد احترق ذلك المستشفى، في وفي ظل وجود أشخاص جرحى كانوا ما زالوا على قيد الحياة، لا أتخيل أنه يجب أن يتعرض بشر لإطلاق النار في رأسه وفي بطنه ثم يختنق حتى الموت ويحرق حتى الموت. لا يمكن أن أتخيل من يستطيع أن يتعاطف مع أمر كهذا. لا يمكن أن نتخيل عنفا يقترف بحق أي إنسان. قلت أن تلك المسألة هي الأخيرة، لكنني أتذكر أنه عندما سمح لنا بالخروج، أتذكر شخصا مسنا بعمر 67 أو نحو ذلك. الضباط والجنود كانوا يطلقون الرصاصة فوق رؤوسنا، وكنا نحاول الخروج من ميدان رابعة ونحن متأطئ الرؤوس. ولذلك هذه الرسالة التي كانوا يريدون إيصالها، هؤلاء الأشخاص الذين كانوا يدعمون الشرعية ويدعمون هذا وذاك والخطاب المؤجج للمشاعر، الآن وبعد تلك اللحظات يخرجون متأطئي الرؤوس. وأتذكر ذلك الرجل المسن الذي كان يردد حسبي الله ونعم الوكيل. وأتذكر أحد الضباط سمعه وركض نحوه يحمل بندقيته مصوبة إلى رأسه. نعم، بعد إطلاق الرصاص كانت فوهة البندقية ساخنة جدا، حتى أنها أصابت رأس أو جبهة ذلك المسن بالحروق. ولكن الرجل قال أننا نفعل ذلك لوجه الله، أو ذلك الضابط قال أننا نفعل ذلك لوجه الله، نحاول القضاء على الخوارج
أشباههم. بعد خمس سنوات وأنا أتأمل فيما حدث ونحن نحاول أن نحلل ونفكك ما حدث سيما بعد استخدام النظام لعملية غسل المخ، كيف يمكن لشخص مثل علي جمعة وهو مفتي مصر السابق الذي قام فعليا بغسل دماغ الضباط والجنود المصريين وأعطاهم الشرعية لأن يوجهوا بنادقهم ضد المواطنين المصريين، ونتحدث بعد ذلك عن الإصلاح الديني. إذن هذا هو الإصلاح الديني الذي يسعى النظام إلى ترسيخه. إذن هناك كثير من الأمور التي يمكن أن نتدبرها ونفكر فيها، ولكن كما ذكر إيمي ومايكل نقول أن الضرر الذي تم في رابعة والمآسي وغياب المحاسبة يمثل حقبة سوداء في تاريخ مصر، وللأسف أقول أنه ما من مستقبل مشرق لمصر ما لم نقضي على الاستقطاب السائد بين العائلات والأسر المصرية والذي فكك النسيج الوطني. ما لم نحقق ذلك فلن نحظى بمستقبل مشرق. شكرا محمد. قبل أن نبدأ نفتح المجال للأسئلة، هناك أربع عبر من السياسة الأمريكية وما يزال يمكن تطبيقها. في 14 من أغسطس 2013 بعد ذلك عملت في البيت الأبيض وفي الإدارة، وخلال تلك الفترة كنت أفكر في ما كان يعنيه ما تعنيه حديثة رابعة في الفكر أو السياسة المصرية والأمريكية والفظاعات التي ارتكبت آنذاك. أول درس من المهم بالنسبة للولايات المتحدة أن تفهم مع من تتعامل. هناك العديد من الناس في الحكومة الأمريكية يعتقدون أن العسكريين الأمريكيين غير قادرين على أن يقوموا بتلك الأعمال التي تمت في يوم رابعة. من يهتمون بالديمقراطية كانوا يعتقدون أن العسكريين المصريين كانوا هناك لإحلال الديمقراطية. القوات المسلحة لم يكونوا يهتمون بذلك. إذن هناك فارق أو خط لا يمكن أن يتجاوزه العسكريون المصريون. لما حدث في ثورة 2011 هناك أناس في وزارة الدفاع قالوا إنهم منعوا القوات المسلحة من إطلاق النار على أفراد الشعب، لكن من تلك التجربة اعتقدوا أن لديهم من التأثير ما يمكنهم من أن يفعلوا ذلك مرة أخرى. ونوع الحكومة التي يتعامل معها الإدارة الأمريكية، وفي هذه الحالة أعتقد أنه بدأ أن التصرف الذي كان على المسؤولين الأمريكيين أن يتخذوه كان مهما جدا، لكنهم لم يفعلوا ذلك. الدرس الثاني هو أن ما حدث في 14 من أغسطس لم يكن قرارا خاطئا اتخذته الحكومة المصرية. ما حدث هو أن ما حدث يعكس طبيعة تلك الحكومة.
الحكومة كانت تواجه مسألة وجودية، ولو أن ذلك أن عليهم أن ينظفوا الساحة. نتيجة هذا الاعتقاد هو أن السيسي تصرف بحسب وضعه هو، كان يرد على الظروف التي وجد نفسه فيها والتهديد الذي يواجهه. لو أنه لم يواجه هذه الحالة ربما كان تصرف من أجل الديمقراطية، كان يسعى إلى الحصول على دعم الولايات المتحدة الأمريكية لمساعدته في التعامل مع التهديد الوجودي. أعتقد أن ذلك لم يكن هو الوضع. التصرف الذي تصرفت به الحكومة لم يكن خاضع لوضع معين، كان مخططا له ومعدا إعدادا بالتفصيل. والعنف الذي تميزت به طريقة التعامل، تعامل الحكومة والقوات الأمن مع الوضع، وما كان شيء ليغير سلوكيات وتصرفات الحكومة بهذا الشكل. وينبغي أن نفهم ذلك، وهو هذا الفهم أو هذه الناحية مرتبطة بالدرس الأول. الدرس الثالث هو أن مصر تلقي باللائمة على عناصر خارجية قبل وبعد أحداث 14 أغسطس، وكما قال مايكل كان هناك جهود وساطة وسعي إلى إيجاد حلول ومصالحة بين الأطراف المختلفة. وأنا أعرف أن بيل براونز كان صادقا في رغبته في تجنب إراقة الدماء. كان هناك أيضا عبد الله بن زايد وزير خارجية الإمارات الذي كان يقول أنه لا تهتموا، نحن ندعمكم 100%، وسنسعى إلى أن يكون الأمريكيون بعيدا عن أي أذى. ثم هناك أيضا بعد أحداث 14 أغسطس كان هناك إماراتيون وسعوديون وإسرائيليون في معاملة مصر والحكومة المصرية بيسر وعدم التشدد في التعامل معها. الدرس الرابع والأخير هو أن الحكومة المصرية راهنت على الضغوط التي ستتلقاها بعد ما حدث. كان من المهم، عرفت الحكومة المصرية أن مصر مهمة بالنسبة للولايات المتحدة واستغلت ذلك، وكانت تأمل أن حكومة أو إدارة أوباما سوف تتعامل بمرونة مع ما حدث. كان هناك فشل لأنه لم يتم استغلال الفرص المتاحة، والسبب فيما حدث هو العقبات والصعوبة في إقناع الحكومة المصرية بعدة أمور، منها المحافظة على المصالح الأمريكية. وأعتقد أن ذلك ما ربما أدى إلى حصل في الفترة الأخيرة عندما أوقفت إدارة ترامب إيقاف أو تعليق مبلغ 195 مليون دولار، وهم يعرفون أنه يمكنهم أن يفلتوا أو يخرجوا من الأزمة ومن الضغوط ببعض التغييرات الشكلية أو السطحية. وإذا
إذا لم تكن الولايات المتحدة قادرة على أن تجد طريقا لدعم ولإجبار الحكومة المصرية على تنفيذ الشروط التي تضعها للمساعدة العسكرية فإن ذلك ما جعل الأمر صعبا. أختم بقولي شيئين. أولا سوء الحظ، لا أعتقد أن هذه الدروس قد تمت الاستفادة منها بالنسبة لمن عملت معهم في وزارة الخارجية، لكن كان هناك ثلاثة أو أربعة لم يفهموا هذه الدروس ولم يستخلصوها، ولذلك لم يحدث تحسن بقدر كبير. وما لم يتم دمج هذه الدروس في السياسة الأمريكية وفي الاعتبارات الأمريكية فلن يحدث تقدم. آخر نقطة أقولها بالإشارة إلى ما قاله مايكل حول المقارنة بأحداث ساحة تيانانمن في الصين، لو نظرنا إلى هذه المذبحة فما حدث في عام 89 في الصين هو سؤال لم يتم تتم الإجابة عنه في العلاقات بين الصين والولايات المتحدة، وما تزال تنعكس أحيانا على العلاقات بين البلدين وبطريقة نفسها، فإن غياب العدالة والمساءلة فيما يتعلق بأحداث الصين في عام 89 تجعل أو ما تزال تؤثر في العلاقات البلدين حتى يتم توضيح والتعامل وإماطة اللثام عما حدث فعلا. وكذلك الأمر بالنسبة لأحداث رابعة، هناك تعارض وعدم تفاهم، ونأمل أنه بعد 5 سنوات من الآن سوف تتضح الأمور وتتغير. ونفتح الآن مجال للأسئلة. محمد سلطان، أنا سعيدة بأنك ما تزال على قيد الحياة. وشكرا على شجاعتك في التحدث عما وقع يوم ذاك. وشكرا لجميع المتحدثين. ما حدث في 11 من سبتمبر في الولايات المتحدة كان أو ينبغي فيه إدانة هؤلاء الناس الفظيعين الذين قتلوا الأبرياء. عندما حدثت أحداث 11 من سبتمبر بعد حروب وبعد مواجهات، ولكن لم يتم إيقاف أسامة بن لادن الذي شارك ونظم هذه الجريمة، أين الحكومة الأمريكية من هذه الجريمة؟ أين الإنسانية؟ وأين الأمم المتحدة؟ وأين جميع من لديهم السلطة؟ لماذا هذا الصمت؟ هل لأنهم عرب ومسلمون؟ أين نحن؟ ماذا يمكننا أن نفعل؟ متى سنحاكم السيسي؟ وهذا هذه الحادثة الفظيعة في تاريخ مصر، هذا شيء يصعب فهمه. أنتم وحديثي إلى أيمي أنتم تتحدثون منذ عقد من الزمان عن الديمقراطية وحقوق الإنسان، وطبعا الولايات المتحدة تفهم ما يحدث في مصر وفي أماكن أخرى من العالم، لكن الآن كيف نستطيع أن نقنع الولايات المتحدة
بشأن حقوق الإنسان. لا نريد الديمقراطية، لا نريد أن نتحدث عن الديمقراطية، فقط نريد أن نحق الحق بالنسبة لمن يقبعون في السجون ويتعرضون للتعذيب. ونحن لا نفرق بين أوباما وترامب، فكلاهما صنوان، هما كانا مشاركان في هذه المذابح. نأخذ سؤال آخر ثم نجيب عن الجولة الأولى من الأسئلة. سؤالي لمايكل، أنا أشعر بإحباط كبير عندما نتحدث عن جرائم ضد الإنسانية. لذلك هل لا تفصل في مستوى مذابح ضد الإنسانية التي ارتكبت؟ وبالنسبة لمحمد الزميلة الأولى، وصفت بشكل بليغ ما حدث لك. وسؤالي، ما هو السيناريو في المستقبل نحو مستقبل مشرق لمصر؟ ومما استنبطته من حديث أندرو، وكأننا ننتظر انقلابا آخر حتى تتغير الأمور. طبعا أنت تحدثت أو أجبت عن جزء من سؤالي خلال حديثك، ولكن وأنت مطلع على الأمور منذ عام 2014 إلى 2017، سؤالي بشأن النقاشات التي كانت تدور حول مصر والأوضاع في مصر في تلك الفترة. ربما نعطي المجال لمايكل للحديث أولا. في إجابتي عن موضوع الجرائم ضد الإنسانية، ما لم تكشف عنه الأيام هو الخطة التي وضعت لفض المذبحة، كما تعرفون تم تشكيل لجنة تقصي حقائق، لجنة تقصي حقائق رئاسية إبان رئاسة عدلي منصور. أما فيما يتعلق بتأطير هذا الأمر الجرائم ضد الإنسانية، هناك حديث عن فكرة الاختصاصات القضائية الدولية، وهذه ترتبط بمحاسبة مسؤولين مصريين وملاحقتهم قضائيا في دول أخرى، رغم وجود قوانين يمكن أن تحسنهم. لكن هذا يستدعي الإرادة السياسية، وجود الإرادة السياسية. والآن المسؤولون المصريون على الأقل بذلوا جهودا ونجحوا في إقناع أصدقائهم وحلفائهم من الدول الغربية بشأن كل المذابح وكل ما حدث، ليس فقط في رابعة، وحتى قضية الإيطالي ريجيني. وهذه قضية تتعلق بأحد رعايا الاتحاد الأوروبي الذي تم تعذيبه حتى الموت، والاتحاد الأوروبي لم يهتز له طرف أو لم يقم بأي شيء حيال ذلك. هناك عدد من المحاججات، منها أن السلطات المصرية تزعم أنها تسعى إلى تحقيق الاستقرار في مصر، وهناك قضية أو نقطة تطرق إليها أندرو تتعلق بالدعم الذي يلقاه النظام المصري من كل من الإمارات العربية المتحدة والسعودية، وهذا ما ثبت أركان هذا النظام طبعا، وبمساهمة من حلفاء غربيين، وهذا ما جعل الضغوط على مصر أخف. لذلك أعتقد أنه من الصعب بمكان الإجابة عن سؤال مثل هذا،
وخصوصا فيما يتعلق بالمساءلة والمحاسبية، ويمكن أن نعول على ما يسمى بقانون ماجنسكي في الولايات المتحدة، وهذا قد يطبق على الحالة المصرية، ويمكن أن يرتبط ذلك بتجميد لأصول بعض المسؤولين المصريين، وهذا ما حدث في مع جهات أو شخصيات إيرانية عندما تم تطبيق هذا القانون. شكرا على سؤالك، وكما حاولت أن أشير في حديثي أقول أن بعض الباحثين يتحملون بعض المسؤولية إذا تفسيرهم لسلوكيات الجيش. عودا إلى عام 2011، بعض المحللين الذين قالوا أن الجيش تصرف بشكل احترافي ولم يلجوا إلى استخدام العنف، ولكنني أقول أن ذلك غير صحيح. حتى آنذاك ما حدث في 2 فبراير و 28 عفوا من يناير، أو ما يسمى بمذبحة الجمل أو يوم الجمل، الجيش كان متواجدا والناس والأشخاص الذين كانوا يمتطون الجمال والخيول واجتاحوا المحتجين والمتظاهرين. إذن الحديث عن أن الجيش التزم موقفا حياديا، لكنني أقول أن الجيش لعقود كان يتلقى دعما من الولايات المتحدة. أقول أنه في يناير عام 2011 الأمر لم يكن كذلك، والأمر استمر، وهنالك من كان يتحدث محللا لانتفاضة أو ثورة 2011 ودور الجيش فيها. إذن علينا أن نكون أكثر انتقادا لأنفسنا بشأن ما نقوله، لأن الكلمات مهمة وما يصدر عنا مهما. ونقل ومن يصف الجيش المصري بأنه جيش احترافي وأنه تخلى عن النظام، أقول أن ذلك غير صحيح. ف هناك قرار يتعلق بالمساعدات العسكرية في 30 سبتمبر، ويتعلق ب 15% من المساعدات الإنسانية والمشروطة بالتزام مصر تجاه بعض حقوق الإنسان، وأنا كتبت عن ذلك مؤخرا خصوصا فيما يتعلق بوضع النساء والأقليات في مصر. لكن كل أشكال انتهاكات حقوق الإنسان في مصر لا أعتقد أنه يمكن تغطيتها في هذه الجلسة، ولكن أقول فيما يتعلق بمقارنة ما حدث في مصر بمذبحة تيانمن، ما من رئيس أمريكي حسب علمي ديمقراطي أو جمهوري مدح الجنات المسؤولون عن مذبحة ميدان تيانمن من. من قاموا بارتكاب تلك المذبحة في الميدان وصفوا بأنهم أشخاص رائعون. إذن هم لم يمدح أو يطري أي رئيس أمريكي على الجنات، ونحن بحاجة إلى تغيير اللغة التي يستخدمها ترامب في وصفه للسيسي. وإن كان ترامب غير مقتنع أو لا يفهم أن السيسي هو مسؤول عما يجري، آمل أن يبدأ بتغيير لغة وصفه للسيسي. وأخيرا فيما يتعلق بمذبحة تيانمن، أقول أن المفارقة هنا أن هنالك صورة مشهورة لذلك الشخص الذي وقف في وجه الدبابة، ونحن حتى لا نعرف تلك الشخصية، ولكن هذه صورة أيقونية رمزية. ولكن هنالك الآلاف من الصور الأيقونية وربما مئات الآلاف من الصور، والسلطة المصرية أو السلطات المصرية اعترفت بارتكابها لتلك المذبحة. إذا نحن بحوزتنا كل الأدلة والبراهين على حدوث تلك المذبحة. والسؤال لماذا لم يتم أي شيء إلى الآن، هذا يستدعي متابعة ما حدث في مصر خلال السنوات الخمس الماضية.
والنقطة الأخيرة في مقارنة المذبحتين معا هو أن إحدى المفارقات أنه الآن في الصين لا يمكن البحث عبر محركات البحث عن تاريخ تلك المجزرة أو حتى الصور الأيقونية سيما تلك المتعلقة بذلك الشخص الذي وقف متصديا للدبابة، ولكن وهذا يبين أن السلطات الصينية ورغم نجاحها في حجب ذكرى أو ذاكرة الصينيين عن تلك المذبحة، أقول أن المصريين لم ينسوا ولا يمكن أن ينسوا، وهذا أمر يجب أن نبقيه في أذهاننا بشأن مصر. وهو أن الأمر جلل وما حدث أكبر من أن ينسى أو يطويه النسيان. بشكل سريع واستطرادا لما ذكره مايكل وإيمي، وإيمي ذكرت أمرا في غاية الأهمية وهو أن الكلمات مهمة، وكذلك ما يصدر عن الولايات المتحدة وحتى الصمت إزاء عنف السلطة ضد المدنيين يرسل الإشارات الخاطئة، وربما هذا يعطي ضوءا أخضر لمزيد من الأحداث. لذلك أعتقد أنه من المهم، ونحن نتحدث عن جهود المناصرة من المصريين والخبراء في واشنطن دي سي وغيرها، من المهم ألا نأخذ بعض التصريحات الصادرة عن مسؤولين أو عن مؤسسات حكومية رسمية ونضفي عليها قيمة لا تستحقها. أنا شخص قضيت ردحا من الزمن في السجون وأعرف أثر تلك التصريحات على أشخاص مثلي، ولكنني أقول أن الأنظمة في المنطقة تأخذ أحيانا على محمل الجد ما يصدر من الغرب ومن الإدارة الأمريكية، وحتى الصمت يمكن أن يفسر لصالحها. أيضا من المهم أن نذكر بأن الاستراتيجية التي تتبعها النظام في مذبحة رابعة، وأذكر بأن المذبحة الرابعة كانت البداية، وهو جرح فتق وكان بداية لسلسلة من عمليات القمع للمعارضين السياسيين، وخطوة خطوة وبشكل منهجي استخدمت نفس المقاربات ضد كل المعارضين المصريين ممن رفعوا عقيرتهم بمعارضة النظام أو الاحتجاج ضده. إذن أقول أن هذه القضايا كلها مترابطة بعضها ببعض، وأجيب عن سؤال بيل وأقرنه بما ذكرته سامي فيما يتعلق بالحل. أعتقد أنه أن الحل ذا أبعاد ومستويات وتوجهات مختلفة. أنا ضحية ووالدي ما زال في السجن، وأنا كنت أحد ضحايا تلك المذبحة. وأقول أن النظام المصري نجح في دق الأسفين في صفوف المعارضة المصرية، ما دعا إلى لجوء كثير من المعارضين المصريين إلى الخارج. ولو أنهم وحدوا جهودهم لكان لهم دور كبير جدا في المناصرة والمنافحة عن
ما يجري في مصر. للأسف الآن هنالك الكثير من أشكال إلقاء اللائمة بشأن محاسبة السيسي. Wants the same thing as you want, so understanding إذن, what you're able to get from the person across from you, I think, is extremely important. إذن من المهم جدا أن نضافر الجهود وأن لا ومن المهم جدا بالنسبة إلينا كمعارضين وكمعارضة إزاء ما يمكن أن نحققه في معرض محاسبتنا للنظام عما اقترفه. أعتقد أن ثمة الكثير من الأمور التي يمكن أن تتحقق، ولكن الحل السريع ليس بالضرورة أن يكون تغييرا للنظام، ولكن تغيير العقليات وتغيير الأفكار السائدة، وهذه أساسيات السياسة بشكل أساسي. Than the old regime, so I think that's the shortcut. I don't think that that's what we're going to have in Egypt. We've seen that through the military, four people, ex-military folks. The المسؤولون الأربعة الكبار الذين ربما حاولوا أن يتقدموا أو يترشحوا مقابل السيسي قبل الانتخابات الأخيرة، وأي تغيير ينبغي أن يبدأ في داخل مصر والأطراف الخارجية ينبغي أن تكون جاهزة وأن تفهم هذه التغييرات. عندما يحدث التغيير الداخلي يمكنهم أن يساهموا فيه والمجتمع الدولي سيكون جاهزا، لكن شيئا من ذلك للأسف لم يحدث بعد. والجهات الأمنية التي كانت مسؤولة عن أحداث رابعة والقناصون الذين كانوا على الأسطح ليطلقوا النار علينا، وأحد أقارب الوالدي كان في القوات المسلحة وهو يحمل نفس كنيتي العائلية. هذا الوضع في مصر ليس مثل ما هو في سوريا. جميع أفراد الجهات الأمنية هم مصريون، وهناك استقطاب مجتمعي عميق، وهناك ينبغي أن يكون هناك مصالحة اجتماعية التي لا ترى أن المصالحة السياسية أمر ضروري يسبق ذلك، وقد تكون تلك بداية جيدة. كيف تعاملت الحكومة مع ذلك؟ معظم الناس هم أناس جيدون أو طيبون في الأساس، لكن أعتقد أن هناك تصورات ومفاهيم خاطئة حول مصر، وأنا أعرف حالات. وبشكل عام هناك عنصران، أولا تبني موقف سلبي ضد مصر غير مقبول من الولايات المتحدة، وبصرف النظر عن التكلفة وعن النتائج التي ستنعكس علينا لو فعلنا ذلك، فإن الفشل سيكون مصيرنا. إذن ينبغي أن ندعو إلى رد أكثر تفهما ودعما للضحايا. سؤال جيد في الحقيقة. الصوت غير مسموع بوضوح. كان هناك لقاءات عديدة مع مسؤولين في إدارة أوباما. My
هل إن منظمة Human Rights Watch التقت بالبرادعي في أي وقت ما؟ وهل تعتقد أن المنظمة ستعتمد هذا العمل وهذه الجهود التي بذلت وبعد 5 سنوات من الحادثة؟ أشعر بالقلق. متى تتوقعون أن يخطو أحدهم أو طرف ما الخطوة الأولى؟ هل يمكن أن يحدث ذلك بعد 2 أو 3 سنوات؟ أود أن أسأل السلطان حول ما يمكن أن نطالب به الحكومات. هل نتوقع أن يكون هناك مؤتمر حول الوضع في مصر؟ ألا تعتقدون أن المسؤولين عن الأزهر يتحملون مسؤولية ما؟ مصر ليست عضوة في محكمة العدل الدولية أو المحكمة الجنائية الدولية. هل تعتقدون أن الحكومة تدعم المنظومة الأمنية في تعاملها مع الإرهابيين في سيناء وتتعامل معهم بالقمع وغيرها من الوسائل والتعامل بشدة مع الإعلاميين أو الصحفيين والمنظمات الحقوقية أو العمل الإنساني؟ يمكنني أن أقول إن بعض منظمة مشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط لن تصل إلى أي نتيجة، والمناقشات هدفها هو محاولة التعاون. وأذكر أنه كان هناك برنامج بريطاني بسبب متطلبات النزاعات المختلفة، وأعتقد أن من يهتمون بهذا الأمر يجدون أو لا يتجاوبون بشكل جيد. هناك سؤالان موجها إلي حول المعارضة المصرية. أين نحن الآن؟ مرة أخرى، هذا سؤال مكثف ليس من السهل الإجابة عنه. أعتقد أن النظام المصري نجح بشكل كبير في إيجاد انقسامات أكثر وأكثر بين الناس وبين من يتوقون إلى الديمقراطية في مصر. ليست المعارضة هنا فقط في الولايات المتحدة بل في كل مكان.
وقد حاولنا مؤخرا أن نصل إلى المصريين في الخارج في مارس الماضي، وجاءنا أكثر من 60 شخصا من مختلف أنحاء الولايات المتحدة، وللحديث عن إمكانية هناك قرار أيضا. الرد الذي حصلنا عليه يعكس هذه الرغبة، وفتحنا باب التسجيل واضطررنا إلى إغلاقه لأنه ليس لدينا الموارد الكافية. بعض الجهود استمرت في محاولة التوصل إلى نتيجة ما. أعتقد أني تحدثت عن هذا في اجتماعات عديدة، وأنه ينبغي علينا أن نخرج من ذهنية الضحية، ينبغي أن نتجاوز ذلك وأن لا نكون سلبيين في مواقفنا، وأن نثق في الآليات الديمقراطية المعروفة. أنا أعتقد أن الشخص الذي يتم تجنيده بطريقة جيدة يمكنه أن يعمل طبقا للقيم الديمقراطية. لدينا حجازي ولدينا حالات عديدة، أمريكيين، مواطنين أمريكيين وغير أمريكيين، يمكنهم أن يعملوا للدفاع عن القضايا المصرية. وأعتقد أن هناك مجالا للمعارضة المصرية لتلعب دورا مهما، ولا أعتقد أنه لدينا قيادة أو زعامة يمكنها أن تأخذ المبادرة. العديد من الناس إما يجلسون وينتظرون حتى يتوفر الجو أو البيئة السياسية المناسبة، وليس لديهم الشجاعة الكافية ليتقدموا. هذا نقاش آخر. أعتقد أن هناك الكثير مما يمكن القيام به هنا، وذلك يرتبط بآلية وطرق العمل لكي نحقق تقدما، وبعد سنوات عديدة تحت الاضطهاد فإن ذلك يعطيني ويعطي الكثير من الناس لكي يواصلوا العمل. بالنسبة للسؤال حول علي جمعة والأزهر، فكرت في ذلك في كتابتي شيئا عن ذلك. قبل أن ندخل في النواحي الدينية، لدينا رئيس الوزراء السابق موجود في ماكلين، وقد هو موجود ويعيش هنا. يمكننا لو أننا نشطنا آليات المساءلة فهو هنا ويمكن أن نطاله. أعتقد أن الأزهر قام بتصريح غير مسبوق وتحدث بعد حادثة رابعة، وقال علي جمعة كمفتي سابق وليس رسمي، هو نفسه كان هناك مقاطع فيديو عنه وهو يعطي التغطية الدينية قول قائلا انهم يقومون ينفذون اوامر الله. وبالنسبة لي هذا شيء مضحك، لأن هذا يهز فكرة أن القوات المسلحة المصرية هي علمانية وليست. أعتقد أن الأزهر كمؤسسة قد يكون مسؤولا، أنا لست محاميا، لكن أعتقد أنه بالنسبة لعلي جمعة والهلالي وعم خالد وغيره، عمر خالد وغيرهم، استخدموا أو تم استخدامهم
لإعطاء تغطية أو تبرير شرعي لتلك الأعمال. وهناك من هم في النظام الآن لكني أعتقد أن مسؤول عن الأزهر يمكن أن يكون جزءا من الحل وبعد تصريحه مباشرة بعد ذلك يدل على الكثير. فيما يتعلق بالسؤال الخاص بديفيد كيركباتريك وكتابه، أنا قرأت الفصل الذي تطرق فيه إلى مذبحة رابعة وأعتقد أنه كان منصفا وذكر فيه أمورا طيبة. ذكر بأنه كان هناك خطة في 12 أغسطس لفض الاعتصام وتم إلغاؤها من قبل وزير الداخلية في اللحظة الأخيرة، ذلك لأن الوزارة الداخلية لم ترد أن تكون هي فقط الجهة المسؤولة. أيضا هنالك مايكل فلين، جيمس ماتس، وجون كيري وغيرهم، وأعتقد أن دور هؤلاء الأشخاص في الإدارة الأمريكية آنذاك كان مهما. المشكلة أنهم انسجموا مع النظام ولم ينتقدوه أو يقفوا في وجهه. أما فيما يتعلق بموضوع الأمن والمقاربة الأمنية، نعم بالتأكيد هذا هو الخطاب الذي يستخدمه النظام منذ عام 2011، وأنا كباحثة بحاجة إلى التصدي لهذا الخطاب وتحديه. ففكرة أن نظاما يذبح شعبه في وضح النهار في قلب القاهرة لأكثر من 12 ساعة يهدف إلى تحقيق الاستقرار، هذا هراء. إذن علينا أن نواصل تصدينا وتحدينا لهذا الخطاب. هنا في الولايات المتحدة يمكن أن نتحدث عن هذه القضايا بشكل مفتوح والتصدي لهذا الخطاب، وهذا ما نعزم الاستمرار فيه. بشكل مقتضب بشأن البرادعي، أعتقد أنه سؤال وجيه وأنا أتابع، وأنه ما ورد في التقرير أن ثمة تحديات كثيرة ارتبطت بنشرنا لذلك التقرير. أحمد شاكر كما تذكرون اضطر لمغادرة الأراضي المصرية، وكذلك المدير التنفيذي لمنظمة Human Rights Watch. نحن عقدنا لقاء مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، أو حاولنا التواصل مع المسؤولين المصريين ولكن لم نتمكن من ذلك، وهذا ما جرى خلال السنوات الخمس الماضية. ولكن السؤال المتعلق بالسيد محمد البرادعي هو سؤال وجيه، و أعتقد أن استقالته في ذلك اليوم يوم المذبحة وما ورد في رسالة استقالته لا ينبئ عن موقفه، ولكن مرة أخرى أعتقد أن هذا يستدعي أن نركز عليه. للأسف انتهى الوقت لهذه الفعالية. أشكر جميع الحاضرين ولجميع الأشخاص الذين ما زالوا منخرطين في هذا الموضوع ويبذلون جهودا لإثارته على الدوام. شكرا لكم جزيلا.